يا سادة، احنا اتكلمنا النهاردة عن مهارة من أجل المهارات المهمة للبيت، مهارة الوسع زي ما قلت لكم، مهارة التمتين، مهارة كمان العينين اللي ممكن نشوف فيها. تخيلوا كده إن بيت فيه عينين، لما كل زوج وكل زوجة يتقبلوا بعض فالرؤية هتتسع، وهتشوفوا بكرة أحسن، وهتشوفوا كمان جمال الحياة. كل ما هتتقبل كل واحد فيكم الآخر كل ما الحياة هتكون أحسن. تحاوروا عن النقاط اللي انتوا متنوعين فيها، وازاي تحولوها من نقاط ممكن تجلب الشر الى نقاط تفتح ابواب التكامل. التقبل هو اوسع طريق يفتح باب التكامل. البيت الكامل هو البيت اللي بيبص بعينين، عين الزوج وعين الزوجة، حتى بألوانهم المختلفة. يا سادة كمان لازم نعمل أعمال مشتركة مع بعض عشان تزيد الألفة بيننا، ويا سلام لو حطينا على ده أجمل شهد ممكن تدوق القلوب لما نمتن البعض. امتنوا البعض لأن كل واحد فيكم نعمة. أنتوا انتقلتوا من أصلاب الرجال وفي أرحام النساء عشان كل واحد فيكم يبقى اسمة رحمة ومودة ربنا للتاني. احمدوا ربنا على نعمة ربنا سبحانه وتعالى بأن خلاكم أزواج، ويلا استثمروا هذه النعمة واشكروها بأن أنتوا تمتنوا البعض. ولئن شكرتم لا أزيدنكم، فيزيدكم الله سبحانه وتعالى في بيوتكم مودة ورحمة. يا رب اجعلنا دايما من أهل التقبل، واجعلنا من أهل القبول. اللهم اجعلنا مقبولين عندك بتقبلنا لشركاء حياتنا لكي نكون من أهل ودك، وتكتبنا يا رب في ديوان سيجعل لهم الرحمن ودا. اللهم ودا من مودتنا لشركاء حياتنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، اجعل بيوتنا تقطر شهدا بالمودة والرحمة يا أكرم الأكرمين.